السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجامعة العربية تتصدى بقوة لأي محاولة جزائرية لضرب سيادة المغرب في قمة العرب، وأيضا طائرة خاصة تنقل وزير الخارجية ناصر بوريطة نحو الجزائر لحضور القمة العربية. أسامة بالفقير الرباط في أول مساعي توريط القمة العربية، نشرت قناة الجزائر الدولية خبرا على موقعها الإلكتروني أدعت في أنها الشريك الإعلامي لجامعة الدول العربية لتغطية القمة العربية 31 بالجزائر، ونشرت خريطة للمملكة المغربية مبتور منها أقاليمها الجنوبية. وبالنظر إلى أن تلك المعلومات كلها مزيفة ولا أساس لها من الصحة، أكدت مصادر عليمة أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ستصدر بيانا رسميا تؤكد فيه بأنه ليس لها أي شريك إعلامي لتغطية القمة. وأشارت المصادر إلى أن الخريطة المعتمدة رسمياً من جامعة الدول العربية هي خريطة واحدة تظهر جميع الدول العربية بما فيها المملكة المغربية ضمن حدودها التي تعتمدها في إطار سيادتها ووحدتها الترابية. وننتقل إلى خبر السيد بوريطة وتنقله نحو الجزائر. عن صحيفة 24 ساعة: متابعة على متن طائرة خاصة يتجه وزير الخارجية المغرب ناصر بوريطة إلى العاصمة الجزائرية لحضور أشغال القمة العربية التي تحتضنها الجارة الشرقية. وتشهد القمة العربية غياب ملوك وأمراء الدول العربية في خطوة تندر بشكل مبكر بفشل هذه القمة التي تحتضنها دولة أضحت رمزاً للتشرذم العربي بعملها الدؤوب على محاولة النيل من استقرار المملكة. وتراهن الجزائر على إنجاح القمة بحضور عدد من زعماء الدول العربية، إلا أن توالي الاعتذارات عن الحضور قبل أيام قليلة من انعقاد أشغال القمة التي تأجلت أكثر من مرة أقلق وبقوة النظام الجزائري الذي حاول حشد الدعم من خلال زيارات مكوكية لمسؤولين كبار لعدد من هذه الدول لخدمة أهداف معينة ضمن أجندتها السياسية والدبلوماسية. ولن يحضر القمة العربية بالجزائر ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، وقرر عقدها في الفاتح من نوفمبر المقبل بالجزائر. وأفادت وسائل إعلام جزائرية أيضا أنه لن يحضر سلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق، وسينوب عنه نائب رئيس الوزراء الممثل الخاص للسلطان أسعد بن طارق آل سعيد. من جهته لن يشارك الرئيس اللبناني ميشيل عون في القمة العربية كون عهدته ستنتهي بتاريخ 31 أكتوبر الجاري. كما سيغيب عن القمة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، فيما سينوب عنه نائب رئيس مجلس الوزراء. كما أن أمير الكويت لن يحضر القمة، والشيء نفسه بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، كما أن ملك الأردن لن يحضر القمة العربية المنعقدة في العاصمة الجزائر. وبعد التأجيلات وإعلان زعماء عرب عدم حضورهم القمة، أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن أن الجزائر هيأت كافة الشروط اللازمة من أجل إنجاح القمة العربية التي تنعقد في الفاتح وثاني من نوفمبر القادم، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى إعادة بناء العمل العربي المشترك. وأجلت قمة جامعة الدول العربية على مستوى القادة قمة جامعة الدول العربية على مستوى القادة ثلاث مرات سابقة
آخرها بداية العام الجاري بسبب جائحة كورونا، وتعود آخر قمة منعقدة إلى شهر مارس من سنة 2019 في تونس، فيما تم إلغاء نسختي 2020 و2021 بسبب كوفيد أيضا. إلى هنا أترككم في أمان الله وحفظه ورعايته، لكم مني قسم التعليقات، يسرني قراءة تعليقاتكم، وإلى اللقاء.